هالكتاب؟ منين جايبتي؟ يعني عجبك؟ طبعا بجنن، اصلا من زمان عم دور عليه ونفسي اقرا. بعرف، وصيت عليه قبل كم اسبوع وخفت انه ما يوصل اليوم. حبيبتي منى، شكرا لك. شهرزاد، انا بدي اعتذر منك لاني نزعت لك حفله عيد ميلادك. منى لا تقولي هيك. لا شكرا، انا ما بدي اشرب. شكرا. تكرمي. لابستي؟ ما بدك يعني البسه؟ بدي اياكي ما تقيميه ابدا. خالته سافرت على بودروم. بس راجع باخر الاسبوع مشانك. بالله مشان؟ طبعا، ليش استغربتي هالشي؟ مو حابه ترجع على باريس قبل ما تتعرف عليكي. عن جد؟ امي عزمتنا على العشاء يوم السبت، تجي؟ بيجي طبعا. لسه ما اجا؟ مين؟ ها عليكم. كل عام وانت بخير مدام. اهلا وسهلا. شكرا لك. فكرتي انه حيمر عيد ميلادك من غير ما تطفي الشمع؟ قبل ما تطفيهم تمني لو سمحتي. تمني عقبال ال 100 سنه. كل عام وانت بخير.